انت شو جابك؟ لا بترجاه خلص اتركها هلا. ليكي مثل اللي ربحان بل يا نصيب. يا نصيب؟ ايه يا نصيب، هي من خلقتها مع مصاري وبدون اي تعب. وانت كيف عرفت بقى بكل هي التفاصيل؟ باين من وشها وعامله حالها عم بتصلي. أرجون؟ ليك شوف. لا تنخدعي، بالحياة في نوعين من العالم. أول نوع يلي عن جد حياتهم كتير سيئة، وتاني نوع يلي بيخلوا حياة يلي حواليهم تصير سيئة وبيبكوا عليهم كمان. طيب وشو شايف؟ هي من أي نوع يعني؟ أنا شايف إنه هي من النوع التاني أكيد. شو بدنا فيها؟ شغلنا هون خلص بكل الأحوال، نحن عملنا كل الطقوس وهي هلأ خلصنا. إيه؟ قليلي انت شو طلبتي؟ انت في عندك مقابله بالشغل بكره، ولهالسبب انا طلبت انك تاخذ الوظيفه. أيوة. وبعد ما تاخذ هالوظيفه انا بدي اياك كمان تكون الاول بالشغل، واذا صار هالشي كل يوم رح اجي على المعبد ورح ادعي لك. عن جد انا بوعدك. واذا صار هالشي يا سانج انا رح صير وصلك على المعبد كل يوم، وانا بوعدك بهذا. شكرا. شكل السياره معصبه لهيك الاحسن توصلني على الموتور. يلا يا حبيبتي دوري. عجبتك؟ سانج اطلعي. كتير حلوة السيارة صح؟ يعني ظريفة بس مو باين علي انها مريحة. شو هاد؟ هاي مو للزواج، للسواقة، وبس تشوفيها تعرفي انه فيها شي حدا غني. ايه أرجون، بس انا هاي الشغلات ما بتهمني. أنا بحب أشرب شاي وبعد أروح على المعبد، وبحب بيتي يكون أحلى بيت بالعالم، بس أنا بسيطة كتير. بحب الشاي والتياب الفخمة ويكون عندي أحلى سيارة بالعالم. بالنسبة للبيت اللي رح أسكن فيه لازم يكون البيت كبير وكتير حلو على البحر كمان. بكفي حاجة مو هيك؟ وكمان أرجون شبك شو عم تعمل؟ ليكي ديسكي، شايفة كل هذا البحر يلي قدامك؟ أكيد شي يوم رح يقوم ويحييني،
وكل شيء رح يكون بس بالنسبة إلي أنا ومو لحدا غيري. بكرة بتشوفي. وقفي جنبي. لا لا أنا ما رح وقف، أنا بخاف كتير. أنا هون لا تخافي، تعي. على مهلك على مهلك على مهلك. ليكي ديسكي اطلعي، هالبيت هاد رح يكون لإلي. منيح، بس أنا ما عم صدق. أحلامك كتير بسيطة يا أرجون. شبك هبلة؟ إذا ما كانت أحلامك كبيرة كيف بدك تكوني عظيمة؟ أنت أحلامك بس هيك أكل الحلو، أكل الطبخ أو أكل الخبز بس. بس دقيقة، انت لازم تعرف انه في عندي احلام كبيره غير اكل الحلو واكل الطبخ واكل الخبز. اوكي ارجون، ليك في عالم كتير غيرنا عندهم احلام وما بيناموا لا ليل ولا نهار. لا يا غبيه، هدول الناس عن جد مئتين كتير وأحلامهم كتير صغيرة، وأنا كل اللي بدي إياه بحياتي تكون حلوة. فهمتي؟ من وين اجانا؟ ما بعرف. كنا متنا؟ شبك؟ ممكن يفيدنا بشي شغلة؟ مايا؟ 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 اي ماما. شوفي أي وحدة أحلى، هذا الحلق ولا هذا؟ أنا بعتقد إنه هاد، هو كان يحبها كتير. بدو يجي؟ أنا اخترت المجوهرات اللي هو بحبها كتير، هو جاي. بالمناسبة هو وعدني إنه يجي وأكيد رح يوصل قبل الوقت المحدد. وكمان عملت له الأكلات اللي بيحبها، كلنا رح ناكل مع بعضنا. هم مايا رح يجي صح؟ كلي أكلاتك وخدي أدويتك. هو جاي. البنت بتمثل شرف العيلة، مزبوط حكي؟ والعيلة البسيطة لما بتصير سمعتها بالأرض وقتها هي بتخسر كل شي عملته. ماما اعتبارا من بكرة ما في طلعة أبدا. شو هذا، بيت ولا حمام؟
شبك يا ماما؟ ليكي انت شاطرة كتير بالحوارات اللي بتخص العيال البسيطة، بس عن جد بتصيري مملة كتير وقتها. خلص روقينا بقى، شبك؟ أنا مملة؟ سومان، ليكي انت ما في مثلك، ماشي؟ مو معقول. تعالي سانج، بدك تقنعيني هلأ انه تأخرتي كل هالقد لأنك كنتي بالمعبد؟ ماما يا بابا أنا ما تأخرت. ليكو أنا رحت على المعبد تمنيت كتير شغلات، وبعدها أنا شربت شاي وأكلت، وبصراحة أنا هلأ كتير تعبانة وصار لازم أني نام. باي. روحي بنتي. خلص يلا يلا، تعي تعي تعي. شبك سانج، إذا عم تطلعي معه لنص الليل ليش ما بتتزوجيه؟ أنت لأيمت رح تضلي بغرفتنا؟ حتى غرفتنا ما فينا نتهنى فيها. هاي لبريم وسومان. لك ما في داعي تعملي هالأصوات، هاي غرفتنا. سانج شوفي، أنت بتعرفي من زمان مزبوط، لكن ليش ما بتحبي وبتخلصينا؟ أنتوا بتعرفوا بعضكم من الطفولة، ونحن ما عنا مشكلة بنوب بهالقصة هاي. أرجون مانو حبيبي أبداً. إيه هو بس رفيقك، بس منعرف إنك بتحبي. إذا أنت بتحبي ليش ما بتقولي؟ أنا بعلمك كيف تقولي. قومي يلا. أرجون اسمع، أنا بحبك من كل قلبي، تقبل تتزوجني؟ ليك عمي أنا هلأ تعبان، نام خلاص الموضوع. عنو شبك بعده عني؟ شو بقى يعني؟ لك شو عم تعملي انت هلا؟ خلاص بقى. وينك لهلا؟ قديش الساعة؟ ثلاثة. أنا كنت ناطرتك. معي مفاتيحي، ما كان في داعي أبداً إنك تستنيني. قرب امتحان أيان، وليك هو لهلأ برا البيت وما رجع. إذا أنت ما رح تحكي معه هيك النتيجة بتكون. أنت لا تقلقي أبداً ولا تشغلي بالك فينا نهائياً. رح نام هون واستنى، منيح؟ ليش عم تعمل هيك؟ شو هاد؟ يلا قومي، اليوم داري بالنوم مع ماما وبابا هون. لا ما رح تنام هون للأسف، أنا أجيت قبلك اليوم. يلي بيجي بالأول بياخد المكان، لهيك راحت عليك يا مسكين. أنتو أكبر مشكلة بحياتي، أنتي وحبيبك الغبي. شو عم بتقول؟ هو مانو حبيبي. هو بيكون رفيقة بس. طيب خلص اسكتوا بقى وخلونا ننام. يلا نام، تصبحوا على خير. وانتي بخير. الو اخي، افتح لي الباب بسرعة. انا على الباب، افتح لي، إذا أمي شافتني رح تقتلني. كيف؟ أنت برا؟ وينك يا مجنون؟ وينك لهلا ولا؟ حفلة. ولك يا غبي، صارت الساعة 4. اللي وين أمي نايمة؟ إيه أمك نامت، فارق معك يعني؟
شبك اخي؟ هلا بهي الساعة بيرجع الواحد ولا؟ لو قال شو امتحاناته قربت كمان، كان لازم خليك واقف برا لحتى تعرف انت ترجع وانت عندك فحوصات يا مجنون. طيب 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 على مهلك اخي، شبك شوي روق، لا تخاف علي. وساق فيني، انا اخوك اكيد ما رح خيب لك ظنك ورح انجح. ماشي اخي، ليش واقف هون؟ شو ناوي تفضحنا؟ فوت لجوا. بالمناسبة هو وعدني انه يجي، واكيد رح يوصل قبل الوقت المحدد، وكمان عملت له الاكلات اللي بحبها، كلنا رح ناكل مع بعضنا. هم مايا رح يجي صح؟ أخي هاي بطلتك إجت. لك قوم خلصنا سرعة الدنيا. هاي مو بطلتي، رفيقتي. يا غبي لساتك نايم؟ أنا اتصلت فيك كتير، معقولة ما بتحس؟ وليش عم تتصلي بنص الليل فيني؟ يا أهبل أي ليل؟ ليك الساعة صارت 10 الصبح ومقابلتك بعد شوي، يلا استعجل أرجون. أوف يلعن حظي. ولا غبي أنت ليش ما فيقتني؟ أنا شو دخلني؟ مش ولا ماما 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 شو عم تعملي؟ خلص روقي شوي. مايا اهدي بقى، خلص هو ما بده يجي. ماما ليش مايا؟ ليش بترجاكي اهدي شوي؟ طيب ليش ما اجى لعنا؟ ليش عم يعمل هيك؟ ماما 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 ليش؟ خلص حبيبتي شش، بس حاولت كتير خليكي تفهمي الموضوع. هو ما رح يجي امي. مو صحيح، أنا بعرف إنه هو بيحبني وأكيد رح يجي. هو بس بيحب مصاريك، فهمي بقى. لا مايا، هو مانو مثل مالك عم تفكري فيه. ليكي شوفي، من 15 سنة أعطاني هذا لحتى يعبر لي عن حبه، وقال لي إنه لما بتخلص علاقتنا بيروح الخاتم، بس الخاتم لساته جديد وما صار له شيء أبداً. أنا ما رح خليه يتركني ويمشي أبداً. مايا وقفي، بترجاكي مايا.
خلصت علاقتكم. أنا تأخرت، صار لازم أمشي. مايا. ماما، تحكمي بمشاعرك وتعلمي تكوني قوية، لأنه لما الحب رح يتحكم فيكي هو رح يدمرك فوراً. أرجون، لا تخاف وما لازم تتوتر أبداً، وتذكر إنه هنن يلي بحاجتك مو أنت اللي محتاجهم بشغل. تعرفي إنه ما حدا غيرك رح يجيب لي آخرتي يا بنت؟ شفت؟ هي هي مشكلتك، أنت ما بتعرف كيف تكون متفائل. عن جد مو طبيعي. شو أعمل يعني؟ هي أنت معي دائماً مشان التفاؤل. بس بطل أنا وقف جنبك وقتها رح تعرف قيمتي. لا لا بترجاكي لا تتركيني، أنا عن جد ما بسوى شي بدونك يا سانج. باي. بالتوفيق يا أرجون، ولا تنسى تعمل مثل ما قلت لك. أنا ماشي. هذا موقف سيارة. صح، لسيارتي أنا. بس هذا مكان سيارة المدير. وانت شو مشكلتك؟ المدير بيصف بغير مكان. لا ما بيصير، هذا المكان مخصص للمدير. بحطه هون، هذا فاضي. أخي أنا بترجاك لا تعمل لي مشاكل، خلص غير محل سيارتك. فهمت عليك، اتفضل غير لها محلها وأنا رح روح. أوكي؟ إيه بس كيف بدي غيره من دون المفاتيح؟ واو، ما بصدق انت بتلعبي سلة؟ يا استاذ. هذا الموقف. الموقف مخصص لسيارة المدير وما كان بده يسمح لي اني صف فيه، بس هو هلا اكيد رح يساعدك. يا عم يلا ساعدها شوي لانه شكلها بحاجه لمساعده. بالمناسبه كنت بدي ساعدك بس ما فيني لانه ناطريني بالمكتب، لهيك لازم اروح.
تفضل، هاي المفاتيح تبعه، يمكن تفيدك بشي مهم أكتر. صباح الخير يا أنسة. هاي أنا أرجون شارما ومقابلتي الساعة 10. صارت الساعة 10:10. آه مو معقول. طيب مثل جيمس بوند راح أعيد من الأول. هاي أنا أرجون شارما وعندي موعد. طيب روح. إيه مو من هون، من هون. أول قانون عند المديرة ممنوع التأخير. خلصنا يا أنسة. شلبة مكرجي يعني كلهم 10 دقايق مو معقول. آسفة، القانون قانون. بس بتعرفي بين الوقت والتاني نحنا لازم نغير هاي القوانين. مو من صلاحياتي. لا تكوني ضعيفة هيك. قولي لي في شي مشترك بتحبوه أنت والمديرة؟ بتعرفي؟ الفرصة تجيكي مرة واحدة بالحياة، وإذا ما بتتمسكي بفرصتك بتكوني خسرتي، وأكيد ما رح ترجع لك مرة تانية. بالمناسبة لازم تعملي شي بتحبيه، وإلا أنت رح تفقدي شخصيتك بعدين وبس بتتبعي العالم، وهالشي مو منيح. قولي شلبا، قولي. ايه أنسي، كان عندي مقابلة اليوم، صارت 10:10. ايه مزبوط، هو هون يعني وصل من شي 5 دقايق وكان عم يستناكي. هو وصل قبل الوقت، خليه يفوت. ايه حاضر. أنسى شلبا، هاي السكرة للسكر الحقيقي. يلا روح، وإلا رح يصير شي ما بيعجبك. شكرا. يا قدير بارك المكان، يا قدير بارك وطهر المكان، يا قدير حقق أمنياتنا، يا قدير بارك بكل الموجودين وبارك بشغل وارزق الكل. يا قدير تبارك بكل الموجودين وبارك فيهم وساعد عيالهم كمان. ايه وكمان وفقنا ورزقنا وخلينا مرتاحين. وبعت لنا شغل كتير يا قدير، بترجاك بترجاك بترجاك. يا غبية، انت لازم تقوليها من قلبك. انت تأخرتي اليوم وراحت عليك الصلاة، انت ما بتعرفي تعملي شيء ولا حتى تصلي. شو هاد؟ استاذ انا رح خبرك ليش اليوم تأخرت، لاني سهرت على الصلاة مبارح. عن جد؟ بدك نضحك؟ لكن ما في داعي انه اسمع مسحاتك البايخة. بمكتب مالكاني ما في غير الشغل، انت بتعرف شو القانون الاول بمكتبي؟ الالتزام. غلط، النظافة. اذا المكان مو نظيف القدير ما راح يبارك فيه، واذا القدير ما راح يبارك لنا وقت اكيد ما راح يجينا ولا شغل ولا شيء. انت شوفي بعينك لك حالة المكتب صايرة بتقسم من كثرة الوسخ. انا راح اقلن انه اقلن؟ انت لمين بدك تقولي؟ ها؟ ليكي انا ما بدي اسمع حكي فاضي. لما كنت بعمرك انا كنت اعمل شاي للموظفين وكنت كمان لمع الارضيه تحتهم. طيب يعني كيف اللي بعمره ما نظف غبره الملفات رح يقدر يفهم فيها؟ اللي ما عنده ارضيه ما بيعرف كيف يشتغل. العمى، لا تكوني مفكره حالك بتقدري تاخدي مكان مالكاني بمكتبه. مالو كانيو؟ شو لكان؟ انا مبتدئه. يلا نطفي لشوف. يلا. الغبي أرجون، مو معقول إني اتبهدل من الصبح بس بسبب غبائك أنت. إذا ما بتاخد هالشغل أنا رح خليك تنظف بدالي. أهبل.
تفضل. أنا آسفة كتير على التأخير بس. أنتي؟ آسف. مقابلتي هلأ معك؟ لكن شو عم بعمل عند حضرتك؟ يا غبي، أنت لازم تكون جدي. أكيد، يعني ما بظن أنه أنا المدير ولهالسبب أنت رح تعطيني شغل، ما هيك؟ أول قاعدة عنا بالمكتب أنه ممنوع التأخير ولا دقيقة. المقابلة خلصت. حلو كتير. إذا ما كان في مكان للمتأخرين بهذا المكتب، معناها أنت كمان لازم تتركي هاي الوظيفة. أنا ما قلت لك تقعد، بس كنت رح تقول إياه، بعرف. كأني عم شوف إنه ما عندك خبرة بالتصوير، على شو بدي وصفة؟ ما في حدا عنده خبرة بهي الحياة. لما الولد بيخلع الدنيا هو بيكون ما بيعرف شي، صح؟ ومع هيك هو بيكمل بكل حياته، بعدين بيصير في عنده خبرة، والخبرة بتجي بالشغل. أنت مو مكمل تعليمك، شو بيضمن لي ما تترك الشغل بنص الوقت؟ ما في ضمانات أبداً بالحياة، وما بظن في حدا فينا ممكن يقدر إنه يعرف هو شو رح يصير معه بالمستقبل، وكل هاي الضمانات مو صحيحة. سيد أرجون شارما، لازم تعرف إنه أنا ماني فاتحة مدرسة عندي هون. أنا كل شي بيلزمني هو الخبرة والذكاء كمان، بس ما بتلزمني خفة الدم، فهمت؟ أنا بدي مصور موهوب لحتى يشتغل عندي. فيك تروح. شكرا. يا غبي، انت وين رايح؟ اللي مين يلي بده الشغل، انت ولا هي؟ عود عود. شو الخبره المطلوبه؟ انت كل اللي بيهمك بالصوره انه توضح الحاله النفسيه الصحيحه، وبكل صوره لازم يكون في حكايه. بتمنى تشوفي الصوره بالاول وبعدين بنحكي منيح. وأنا بتشكرك على كل جهودك وعلى كل وقتك كمان. شو القصة؟ أنا بظن إنه أنت قدرتي تفهمي شو قصدي. عجبتك؟ أنا صورتها هي مبارح. بتعرفي شو؟ كل صورة بتحكي لنا قصة، وأكيد المكياج المستعمل والتياب بتأثر كتير، والقصة ما بتبان غير من عيون المصور. وبنظرتي أنا حياتها لهي البنت حزينة. ليش حزينة؟ طبعاً حزينة، بنت عايشة بهيك بيت فخم، بس عايشة بوحدة كتير. وكمان هاي البنت في عندها أحلام كتيرة وبتخاف منها. أنا مبارحة قدرت صورها مع أسوأ أحلامها. عجبتك؟ أرجون، شو كأنه فقس الشغل؟ أنا شو حكيت؟ عن جد غبي؟ وهي خسرنا الشغل. برافو عليك. شيلبا. حاضر. بدي قهوة وعقد شغل فورا. باسم مين رح يكون العقد؟ أرجون شارما، وبدي عقد فسخ وظيفة. حاضر أنسي، رح أجهزه. ممتاز. باسم مين التاني؟ شيلبا مو خارجي. أنسي؟ أنسي؟ شيلبا، أنت قلتي لي إنه الشاب يلي جوا كان ناطرني من 5 دقايق، وبعرف إنه هالحكي مو صح، ويلي بده يكذب علي ممنوع يشتغل بمكتبي. أنا آسفة أنسي. كلمة آسفة ما رح تصلح الموضوع اللي صار اليوم. أنت عملتي شي مانو لمصلحة الشغل، لهيك فيكي تعتبري حالك مفصولة من هي اللحظة.
مبروك الوظيفة الجديدة. كيف؟ هاد مساعدي الجديد، ممكن تدلو على المكتب؟ حاضر، شكرا. يلي بيعرف قيمة اللحظة بالصور لازم يعرف قيمة كل لحظة بالحياة. مظبوط، شكرا. هون بي. تفضل استاذ. شوف، طول ما انت موظف هون ما تفكر تترك هالكرسي ابدا، ماشي؟ انتهيت حياتك من هاللحظة، راحت عليك. اهلا بسومان. ايان، كيف بتقلها بس سومان؟ ما في مشكلة ابدا، ما هو مثل رفقاتي وبتقدر تناديلي مثل ما بتحب يا حبيبي. ليك كان عندك امتحان، شو صار معك؟ يلا طمني. شو بدك بهالحكي هلا؟ يلا احكي لي عنك وعن اخبارك. لا تتهرب من الموضوع. بتعرفوا شو كان في شيء كثير مميز عند هالمغنين يلي قابلتهم؟ عن جد مو معقولة يا سومان، انت دائما بتجينا بقصص جديدة. لا وكلها بتكون قصص حب مميزة كتير. لكن فاندا شو مفكرة؟ ما بجيب قصص من وين ما كان، يعني كل الشغلات اللي بيحكيها مميزة كتير. مرحبا يا جماعة. فاندا، بصراحة أنا بقترح عليكي تتبني هالبنت، يعني هي بتضل عندكن على طول، انتو صايرين عم تشوفوه أكتر مننا بالبيت. تبني؟ هذا بيعني أرجون وسانج، سانج وأرجون، هنن إخوات؟ أيان، سانج، شو صار؟ أرجون ما عم بيرد علي وأنا صار لي كتير عم حاول اتصل فيه، مو طبيعي شو بحب يستفزني هالزلمة. وين رايح؟ بتعرف إذا بتترك الكرسي دقيقة؟ رح تتقلع من هون. بس أنا ما بقدر إلزق فيه طول اليوم، بدي روح على الحمام. احبسها، قلت لك إنه تلزق بالكرسي. شو بعملها على حالي يعني؟ عن جد هيك؟ على الكرسي والزق. هلا معقول هذا الحكي؟ أنا بدي أعملها بأنينة وقاعد هون ورا المكتب؟ إيه بكفي بقى، أنا رح روح على مكتبه. لا. لا شو قصدكم بلا؟ بدي روح. إيه بس أنا رح روح. لا مو هلا، خلاص أنا بترجاكم تتفهموني شوي، هو تأخر كتير وأنا بدي أعرف شو صار معه. أنا بقلك شو صار، أخي هلا راح على مقابلة الشغل وأكيد بيكون مشغول، وبيكون نسي الدنيا لما شاف كل عارضات الأزياء الحلوين حواليه. ليه عم تضربيني؟ روحي واضربيه لأخي بدالي، لأنه عم يروح من إيديكي. طار بعيد عنك هلا ونحن ودعناه من اليوم. أنا ما عم فكر هيك، أنا بس بدي أعرف إذا أخذ هالوظيفة. يعني بس يخلص توتر الشغل هاد راح تروحي وتعترفي له بحبك؟ سومان. شو سومان؟ مبارح رجعتي لي 3 بالليل، شو بدك تقولي؟ العالم كله بلشت تحكي، انت بتعرفي شو عم اسمع؟ هاتي لشوف شو عم تسمعي. قال هالشب وهالصبية اكتر من رفقة. اسمع ولا برا هالحكي الفاضي، ماشي؟ ايه؟ انا مو ناقصتك. ايه بس هو ما عم يحكي شي غلط، وكمان ابني غبي كتير بس هو قلبه طيب. اذا رح تهتمي فيه منيح انا موافقة. عمتي بكفي. امي قولي لها انت هيك مفروض. عمتي هو ما في هيك شي، أنا وأرجون منكون أصدقاء مقربين. بس تعرفي إنه علاقتكن مثل العلاقة بين الرقص واللحن، مستحيل إنه تتركوا بعضكن للحظة. وإذا ما أنك مصدقتيني هو غاب نهار أنت ما عم تتحملي. عن جد؟ طيب ماشي. لك لا لا سانج.
راح البوشار. ليك هالأفكار وفرها لأحلامك غبي. أرجون وينك؟ ليش ما عم بترد علي؟ قلي شو صار؟ خلاص 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 أخي. أرجون تعال لهون وحكي لي شو صار معك بالشغل، وليش كنت عم تتجاهلني بهالطريقة؟ أخي أخي شو صار؟ فقس الشغل. شو؟ كمان؟ لا لا شو هذا اللي عم تحكيه؟ متأكدة الشغل بيكون فقس، وهو فات على الحمام مشان يتهرب منكم. لا هالحكي مستحيل. أنا عرفت شو، أنا هلأ عرفت ليش هو فات على الحمام. بيكون حكى حكي فاضي، ولأنه تأخر كتير أكيد بيكون انرفض بهالشغل. أرجون يلا بقى تعال احكي لي، بترجاك اطلع، شو عم تعمل جوا؟ ايه هو بالعادة بس يفوت على الحمام بينسى حاله وبينام جوا. شو صاير؟ كأنه الجو هون كتير متوتر؟ أنا أخذت الشغل. مبروك. شكراً شكراً. دولاب السيارة نفس معي لهيك، أنا رايح أنفخه. إذا أخذها للوظيفة فيني أفهم ليش هو معصب؟ ألف مبروك حبيبتي. شكراً. مرحبا، انت اكيد اخذت الشغل؟ يعني ما عم بتكذب علينا؟ شرفي تفضلي. هاليوم كتير سيء، انا تأخرت وبعد الموقف وبعدها طلعت لي المديرة. لك هديك المديرة كتير قوية. المهم اخذت الشغل ولزقت بالكرسي، وفوق انا عملتها بالقنينة، لانه ممنوع انه الواحد يتحرك. وبعد كل هاي المشاكل اعطوني شهر اختبار. كل العالم بتاخد اختبارات، شوفني صار لي 6 شهور ولساتني مبتدئة بهالمكتب. لك انت مديرك ما كي مالكاني. لك ايه ايه شو ما كان، على قليلة هو مستحيل انه يقلعك. لك هي طول الوقت قاعدة جنبي، خطأ واحد مطرود، متأخر اوت، حكيت تليفون برا، امت من المكتب برا. لك تخيلوا اذا بقوم على الحمام حتى بعتبر حالي تقلعت. اخي انت متخيل انك تكون مضطر تفوت على الحمام وما تقدر؟ طول بالك اخي طول بالك. لك انتو على شو قاعدين عم تضحكوا؟ شو ما بتطلب هي انا لازم نفذ. مين هاي؟ مديرتك؟ صدقني ما فيك تتخيل قديش هي مزعجة، بس تطلع من مكتبها كل العالم بتصير بتخاف. ووقت تمشي اذا انت بتطلع فيها بتحس العالم وقتها خلص وبتكون راحت عليك. إذا تحركت سيارتها الكل بيوقف لحتى تمر، والعجقة مصيبة. وقت اللي بتشوفها بتفكرها شي وزيرة. بالمناسبة سانج، تتذكري البنت تبع امبارح؟ هي مديرتي. أرجون لازم تعرفني عليها. ليك هي أول مرة بحياتي بشوف أرجون خايف من بنت. عفواً؟ مين ما كانت تكون، لازم نلتقي. ليكي يا بنت، أنا ما بخاف من حدا بنوب ماشي؟ بعدين هذا أول يوم بالشغل، وأنا حبيت بس إني أكون ملتزم، ما بدي روح لك أدعيتك، وبعد إذنك يعني، شو بتعني هاي الحركات اللي عم تعمليها؟ مو معقول أنتِ؟ إلا أنا ما بخاف من شيء إلا؟ إيه؟ عن جد؟ إيه؟ وشو مشانها لمديرتك؟ هي ما في حدا ما بيخاف منها.
مايا؟ ماما انت شو عم تعمل؟ شو عم تقولي؟ انا جاي اشوف بنتي. ولا كمان ممنوع اشوفها؟ مايا شو يا بنتي لتكوني كمان ما بدك تسلمي على أبوك؟ مايا انت كيف بتعمل هيك؟ انت خوفتها لبنتك. ليكي ما في داعي تعلميها لبنتي تكون مثلك يا جانفي. حتى ما سلمت علي. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.